بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن السبيد كنترول الخاص بالدي سي شنت موتور. قبل ما نبدأ في السبيد كنترول، بس خلينا نتعرف على شوية معادلات هتساعدنا في الموضوع بتاعنا. بالنسبة للدي سي شنت موتور، هو عبارة عن ملفين، ملف الارميتشر وملف الفيلد، بيكونوا متوصلين ان بارلل على الدي سي سبلاي. القوانين اللي هنحتاجها هي قوانين الباك ام اف الخاصة بالدي سي شنت موتور. عندنا قوانين خاصين بالباك ام اف. اول قانون هو الاي اي بتساوي كي 5 اوميجا. القانون الثاني هو اي اي بتساوي في اس ناقص اي اي ار اي. من المعادلتين دول لو سوينا المعادلتين ببعض هيديني كي 5 اوميجا بتساوي في اس ناقص اي اي ار اي. لو جبت اوميجا ام في طرف هنلاقي اوميجا ام بتساوي في اس ناقص ار اي في الاي اي على كي 5، وهي دي العلاقه اللي هستخدمها في موضوع السبيد كنترول بتاع الدي سي موتور. تمام. كمان حاجة هنحتاجها الكرنت سبيد كاركترستيك كيرف. لو حبيت ارسم علاقة الكرنت بالسبيد كيرف للموتور ده، دي العلاقة اخر علاقة اثبتناها. لو قسمت البسط على المقام هلاقي المنظر بقى اوميجا ام بتساوي في اس على كي فاي ناقص ار اي على كي فاي في الاي اي. العلاقة دي يا جماعة بالظبط بتشبه علاقة خط مستقيم بنيجاتيف سلوب. يعني خليني افكركم كده سريعا، لو انت عندك علاقة خط مستقيم بتساوي واي هتساوي سي ناقص ام اكس. كنا بنقول السي هو الجزء المقطوع من محور واي، والام هو السلوب لكنه سلوب نيجاتيف، فيبقى الرسمه بالشكل ده. لو قارنت المعادله دي بالمعادله اللي فوقيها هلاقي ان هي نفس المعادله بالظبط، فاقدر اعتبر ان علاقه الكرنت بالسبيد كاركترستيك هي عباره عن خط مستقيم بسلوب نيجاتيف، بحيث ان يكون الجزء المقطوع من محور واي هو كي اللي هو في اس على كي فاي، والسلوب هو ار اي على كي فاي. لو حبينا نرسم العلاقه دي هيبقى بالمنظر ده. ده الجزء المقطوع من محور واي، تمام، وده السلوب بتاعي. العلاقه ديت بسميها علاقه السبيد كارنت كاركترستيك. تمام. الجزء في اس على كي فاي اللي هو الجزء المقطوع من محور واي بسميه اوميجا نود، اللي هو النو لود سبيد، بسميه النو لود سبيد. جميل. بالنسبه للسبيد كنترول يا جماعه، هنرجع للعلاقه اللي احنا قلنا عليها، العلاقه المحوريه اللي اتفقنا عليها. العلاقة دي من خلالها اقدر اعمل حاجة اسمها الفلكس او الفيلد كنترول، بحيث ان لو غيرت في قيمة الفلكس ده، تمام، اقدر اتحكم في السبيد. تمام. تاني حاجة ممكن استخدمها في السبيد كنترول هي الارميتشر كنترول. الارميتشر كنترول من خلالها انا بضيف مقاومة متغيرة مع ملف الارميتشر، وبالتالي قيمة المقاومة بتزيد، وبالتالي الجزء المطروح في البسط بيزيد، فاقدر اتحكم في المقاومة. النوع التالت هو الفولتج كنترول. من خلال ان انا بغير قيمة الفولت فاقدر اتحكم في قيمة السبيد. تمام. هنقدر نشرح التلاتة تفصيلا واحد واحد بالتفصيل. اول واحد هو الفلكس او الفيلد كنترول ميثود. هضيف عن طريق ان انا بضيف مقاومة متغيرة مع ملف الفيلد، تمام، على دي سي سبلاي. بالنسبة لي لو انا اللود كونستانت، لو انا لود كونستانت، اتفقنا ان تيار الارميتشر، السحب في تيار الارميتشر ديبند على اللود. وبالتالي لو اللود كونستانت يبقى تيار الارميتشر كونستانت، لو اعتبرت ان فولت السبلاي ثابت مش متغير. تمام. هنشوف شويه قوانين كده هنحتاجها دلوقتي في الاناليسيس بتاعنا. حسب قانون اوم، لو انا اشتغلت الدي سي سبلاي مع البرانش بتاع الفيلد، فيبقى الاي شنت او الاي تيار الفيلد هيبقى الفي اس على ار اف زائد ار اس اتش. ار اف اللي هي ملفات الفيلد نفسها، مقاومه ملفات الفيلد زائد المقاومه المتغيره. تمام. يتبع قانون اوم. جميل. برضو عندي حسب قانون المغناطيسيه ان التيار اتنسب طردي مع الفلكس، كل ما التيار يزيد فالفلكس هيزيد. كمان عندي العلاقه اللي انا اثبتها من شويه. لو استخدمت الثلاث علاقات دول تباعا كده، خليك معايا. لو انا قلت الار شنت كل ما تزيد، الار شنت كل ما تزيد هيحصل ايه التيار؟ المفروض الاي شنت هيقل. تمام. طالما الاي شنت قل حسب العلاقة التانية دي، يبقى الفلكس هيحصل له ايه؟ الفلكس هيزيد، هيقل، سوري انا اسف، لانه علاقة طردية، فالفلكس هيقل. وطالما الفلكس هيقل هيحصل ايه؟ السرعة، هي علاقة عكسية، فالسرعة هتزيد، السرعة هتزيد. تمام. يبقى انا تفصيلا كده، لو انا زودت المقاومة بتاعت ملفات الفيلد، كل ما زود المقاومة كل ما السرعة تزيد، حسب الاناليسز اللي ماشي قدامنا، اللي ظهر قدامنا ده. جميل. لو جيت اطبق الكلام ده على الكرنت سبيد كاركترستيك كيرف، لو جيت ابص كده هلاقي ان الجزء ده مع زياده مع كل ما المقاومه تزيد فالفلكس يقل، وبالتالي الاوميجا نود او الجزء المقطوع من محور واي
هيزيد. نفس الكلام كل ما ازود المقاومه فالفلكس هيقل، وبالتالي السلوب بيحصل له ايه؟ السلوب بيزيد. يبقى انا عندي في العلاقه كده اما اجي ارسمها، كل ما الار تزيد الفلكس هيقل، تمام، وبالتالي الاوميجا نود والسلوب الاثنين هيزيدوا. يعني لو حبيت ارسم العلاقه، بص معايا، الخط الاحمر ده هو الاصل بتاعي قبل ما ايه، ما اعدل اي حاجه. لما ضفت مقاومه او زودت قيمه المقاومه بتاعه الفيلد، حصل ايه؟ حصل ان الاوميجا نود زادت والسلوب او الميل بتاع الخط زاد. نفس الكلام لو زودت مقاومه اكبر، هلاقي الاوميجا نود او الجزء المقطوع من محور واي زاد والسلوب زاد اكتر، تمام. فده اتجاه زياده المقاومه، تمام. عند ثبوت الحمل، عند اي حمل، تمام، لو قلت ان ده قيمه التيار الاي اي عند الحمل، بص معايا كده اهو، ده الاصل بتاعي كانت اوميجا 1، لما غيرت قيمه المقاومه بقيت شغال على الكيرف الازرق، ما عدتش شغال على الكيرف الاحمر، فاصبحت تقاطع الاي لود مع الكيرف بتاع الموتور اللي هو الازرق هيديني اوميجا 2، كلام نفس الكلام في اوميجا 3. فمع زياده المقاومه، بص، ار اتش 1 ار اس اتش 1 ار اس اتش 2 ار اس اتش 3، بلاقيت المقاومه السبيد بتزيد، اوميجا 1 اوميجا 2 اوميجا 3، وده اتجاه زياده الريزيستنس. بالتالي كل ما المقاومه تزيد، ار اس اتش 3 اكبر من ار اس اتش 2 اكبر من ار اس اتش 1، وبالتالي كل ما المقاومه تزيد في الاتجاه ده الفلوكس بيقل، وبالتالي السرعه بتزيد حسب ما اثبتناها من شويه. كمان حاجه، المشكله ان هنا مش دايما العلاقه بتزيد، يعني مش كل ما ازود المقاومه السرعه تزيد. يعني ايه؟ بص معايا، لو انا اتفقت الكيرف الاحمر ده هو الاصل بتاعي من غير مقاومات، من غير ما اضيف مقاومه، او ضفت مقاومه صغيره وبعد كده رجعت ضفت مقاومه اكبر، اتفقنا كل ما اضيف مقاومه فالاوميجا نود بتزيد والميل بيزيد، وده اللي حصل. فالكيرف الاورنج دوت، تمام يا جماعه، ده مع زياده قيمه المقاومه. جميل. المشكله بتحصل فين؟ عند النقطه الفاصله اللي هي دي، تقاطع الخطين مع بعض. يعني ايه؟ عند تقاطع الخطين دي هقسم الايه، كان عندي اتنين ريجون. المنطقه دي المنطقه اللي بتبقى فيها لو سبيد، يعني ده كيرف السبيد، فالمنطقه دي الموتور بيشتغل بلو فيري لو سبيد، تمام، من اول فوق، من اول منطقه هنا لحد فوق كده، فده النورمال او الهاي سبيد، موتور شغال في النورمال اوبريشن او الهاي سبيد. جميل. ايه الفرق؟ ايه المشكله بتحصل عندي فين؟ تعالى اشوف، لو انا كنت شغال في نورمال او هاي سبيد، يعني موتور شغال بنورمال او هاي سبيد، اهو في المنطقه دي اللي هو المثلث ده، لاحظ معايا كده، دي المنطقه النورمال او الهاي سبيد، موتور شغال في نورمال اوبريشن او هاي سبيد اوبريشن، تمام. فالمنطقة دي لما التيار، لو انا اعتبرت تيار لود هنا، تمام، فلاقي تقاطعه مع ال ار اس اتش 2 مع الاورنج ومع الاحمر اهم، وبالتالي كل ما قيمة المقاومة تزيد يبقى ار اس اتش 2 اكبر من ار اس اتش 1، فلاقي سرعة اوميجا 2 اكبر من اوميجا 1، وده كلام طبيعي، وده اللي احنا قلنا عليه الزيادة طردية. المشكلة كلها بتحصل لو حصل بقى ان انا كنت شغال عند فيري لو سبيد، اللي هو الجزء اللي بعد الدوت السودا دي، في الجزء ده خلينا نشوف اهو، لو انا اي اي، لو انا اللود بتاعي كان هنا، فانا شغال عن تيار عالي بسرعة قليلة جدا، بسرعة قليلة جدا، خلينا نشوف التقاطع بقى. بص معايا كده، اوميجا 3 واوميجا 4 تقاطع، خد بالك ان الاحمر هو المقاومة القليلة والاورنج هو المقاومه الكبيره. جميل. فالمقاومه القليله ادت سرعه اعلى من المقاومه الكبيره، فحصل هنا تناسب عكسي وليس طردي. كان المفروض ان المقاومه الكبيره تديني سرعه كبيره، اللي حصل لا، المقاومه الكبيره اللي هي الاورنج ادتني سرعه قليله، والمقاومه القليله ادتني سرعه عاليه، تمام. فالفيلد من الحته دي كده، الفيلد كنترول لازم اكون شغال في النورمال او الهاي سبيد عشان اقدر اوصل ان انا كل ما زود المقاومه السرعه تزيد، تمام. خلينا نتكلم على الاوبزرفيشن كومنتس اللي هنستفيدها من الجزء ده. اول حاجه من ناحيه الاوبزرفيشن، ايه اللي انا لاحظته في التجربه او اللي حصل معايا مع زياده قيمه الفيلد ريزيستنس؟ ايه اللي بيحصل؟ الفيلد كارنت بيقل، النو لود سبيد اللي هي الجزء المقطوع من محور واي بيزيد،
السلوب بتاع الخط بيزيد، بالتالي الموتور سبيد دايركتلي بروبورشنال، بيتناسب تناسب طردي مع الار، تمام، مع زيادة الار، بحيث ان في وقت امتى لما الماشين تكون شغالة في النورمال والهاي سبيد، يعني موتور شغال نورمال او هاي سبيد، ده ممكن اطبق عليه ان انا اشتغل دايركتلي بروبورشنال. اما لو كنت فيري لو سبيد فلاقي العلاقة انفيرسلي بروبورشنال زي اللي شرحناه في السلايد اللي فات. طيب الكومنتس اللي هنختمها من هنا هنستفيدها من هنا، اول حاجة دي الطريقة الوحيدة اللي ممكن احقق بيها سرعات اعلى من ريتد سبيد، يعني كل الطرق اللي جايه هنشوفها دلوقتي ان انا ممكن اوريت سبيد او اقل، يعني بمعنى اصح انا اوصل للريتد واقلل، ده الكنترول بتاعي، اقلل عن الريتد او السرعه القياسيه بتاعت الموتور. اما الطريقه دي الطريقه الوحيده اللي اقدر بيها اوصل لسرعات اعلى من سرعه الريتد سبيد، ودي الطريقه الوحيده اللي ممكن اعمل بيها اتشيف هاي ريتد سبيد، بحيث بشرط ان انا اكون شغال فين يا جماعه، ان انا اكون شغال في النورمال او الهاي سبيد، تمام. فعشان كده الطريقه ديت مش نوت سيوتابل للماشين اللي هي شغاله فين، في اللو سبيد، في الفيري لو سبيد ريجون، عشان تبقى العلاقه هنا تبقى عكسيه مش طرديه. جميل، ده كان الفلكس كنترول. خلينا نشوف الارميتشر كنترول. الارميتشر كنترول ان انا بضيف مقاومه متغيره مع ملف الارميتشر، تمام. طيب ففي حاله ثبوت اللود، ثبوت اللود يعني ثبوت التيار المسحوب، يبقى اي اي كونستانت، ما احنا قلنا سحب التيار في الارميتشر ديبند على اللود، فلو اللود ثابت يبقى الاي اي ده كونستانت، جميل. وفي حالة ثبوت الفولت بتاع السبلاي، جميل، طالما مش حاطط هنا مقاومة في ملف الفيلد والفولت ثابت فتبع قانون اوم، طالما الفولت ثابت وملف الفيلد مقاومته ثابتة يبقى الاي شنت ده ثابت، وبالتالي طالما الاي شنت ثابت يبقى الفلكس ثابت، يبقى انا عندي ثلاث ثوابت، الاي اي ثابت، الفي اس ثابت، الفلكس ثابت. تبع العلاقة اللي احنا قلنا عليها اللي هنستفيد بيها بالتفصيلا كده، لو انا عندي الفي اس ثابت والفاي ثابت والاي اي ثابت، يبقى الاوميجا هتتغير مع ار اي زائد ار اللي هي المتغيره دي، وبالتالي كل ما ازود ار بزود الجزء المطروح من البسط، وبالتالي التوتال بيحصل له ايه؟ بيقل. جميل. وبالتالي كل ما ازود المقاومه ده بيؤدي ان انا ايه؟ الجزء المطروح بيزيد وبالتالي التوتال بيقل، فانا عندي هنا علاقه عكسيه، كل ما ازود المقاومه بتاعه الارميتشر سرعه الموتور هتقل، عكس الفيلد او الفلكس كنترول. هنا علاقة عكسية. خلينا نشوف الكلام ده على الكيرف، الكرنت سبيد كاركترستيك، اتفقنا ان انا ده الجزء المقطوع من محور واي وده السلوب. ده الجزء ده كونستنت لان لا لعبت في الفولت ولا لعبت في الفلكس، الفولت ثابت والفلكس ثابت، وبالتالي الجزء المقطوع من محور واي هيكون دايما كونستنت. اما السلوب مع زيادة المقاومة هلاقي البسط بيزيد وبالتالي السلوب قيمته بتزيد. تمام؟ فمع زيادة المقاومة هلاقي السلوب بيزيد. خلينا نشوف الكلام ده على الرسم اهي. دي لو مفيش مقاومة أصلا أو المقاومة متغيرة بصفر، لما زودت قيمة المقاومة فحصل إيه؟ الجزء المقطوع من محور واي ثابت، تمام، أما السلوب زاد. جميل. آر 3 لما زودت قيمة المقاومة أكبر، كل ما زود المقاومة الجزء المقطوع ثابت أما السلوب بيزيد أكتر. جميل. فعند أي قيمة لود، لو أنا عند لود ثابت وبالتالي الأي لود ثابتة، جميل، هلاقي ان ايه؟ تقاطعه مع الخط الاحمر اوميجا 1 مع الخط الازرق اوميجا 2 مع الخط الاورانج اوميجا 3، تمام. وبالتالي كل ما زود قيمه المقاومه ار 3 اكبر من ار 2 وار 2 اكبر من ار 1، فكده ده اتجاه زياده اللي تحت كده اتجاه زياده المقاومه، فكل ما المقاومه تزيد يحصل السرعه تقل، عند مقاومه قليله السرعه اوميجا 1، عند مقاومه اكبر السرعه اوميجا 2، عند مقاومه اكبر عند اوميجا 3، فمع زياده المقاومه اتجاه زياده الريزيستنس، فكل ما المقاومه تزيد السرعه تقل، واظن ده واضح على الكيرف. جميل. الاوبزرفيشن والكومنتس اللي انا استفيدها من التجربه ديت، تمام، ان مع زياده المقاومه بتاعه الارميتشر اللي بيحصل تيار الارميتشر بيريمين كونستنت ما بيتغيرش، النود سبيد اللي هو الجزء المقطوع من محور واي ستيل كونستنت، السلوب بتاعي بيتغير بيزيد، كل ما زود المقاومه السلوب بيزيد، تمام. وهنا عندي علاقة عكسية ما بين المقاومة وسرعة الموتور. الكومنتس اللي بنطلع بيها من التجربة ديت ان ده عند الهاي لود، تمام، لان عندك تيار كل ما حمل اكتر كل ما التيار يزيد في دايرة الارميتشر، وبالتالي انت حاطط مقاومة اصلا في دايرة الارميتشر يبقى عندك هاي باور لوس، انت مش بتتكلم على تيار بس، انت بتتكلم على تيار سكوير، فالتيار لما يزيد فتربيعه هيبقى كبير جدا، وبالتالي ده هيعمل لك بروديوسد ايه؟ باور لوس عالية في الارميتشر وايندنج، وده بيخلي لي عندي لو افشنسي. جميل.
بالنسبة للفولتج كنترول، الفولتج كنترول في طريقتين تمام، طريقة هنشرحها تفصيلا وطريقة مش هنتكلم عنها، هتسيبكم تدوروا انتوا عليها او تاخدوها في مادة يعني. في طريقة اسمها المالتيبل فولتج كنترول، في الطريقة ديت انا عندي ملفين متوصلين على السبلاي، فبخلي تمام انا بعمل فولتج كنترول على مين، على ملفات الارميتشر عشان ما اثرش على ملفات الفيلد. بمعنى ايه؟ انا عندي ملفين متوصلين بارلل، فبوصل فيكسد سبلاي فولتج على في ملفات الفيلد وفاريبل سبلاي فولتج على ملفات الارميتشر. ده بالنسبه للمالتيبل فولتج كنترول. اما طريقه الوورد ليونارد دي انت ممكن تدور عليها تمام. بالنسبه للمالتيبل فولتج كنترول اهي، ده ملف الفيلد على الكونستانت سبلاي فولتج، وبحط جير هنا كده تمام، بيغير لي من قيمه الفولت، ارميتشر فولتج كنترول يونت دي بتحكم لي في قيمه الفولت اللي داخل على الارميتشر، فاصبح الفولت داخل على الارميتشر كنترولابل، اما الفولت اللي على الفيلد ثابت. طالما الفولت اللي على الفيلد ثابت ومقاومه الفيلد ثابته، فاصبح تيار الفيلد ثابت وبالتالي الفلكس ثابت. جميل. طيب الاي اي كونستانت لان اللود ما اختلفش، اللود ما اختلفش تمام، يبقى انت عندك اللود ثابت تمام وتيار الارميتشر ثابت، فطالما تبقى تيار الارميتشر ثابت والفلكس ثابت، يبقى انت تعال بص على العلاقه كده، الفلكس ثابت فالمقام ثابت، والجزء ده مقاومه الارميتشر ما اتغيرتش وتيار الارميتشر ما اتغيرش، يبقى هتلاقي عندك علاقه ما بين اوميجا ام والفي اللي داخل على الارميتشر، فهي علاقه طرديه، كل ما زود من قيمه الفولت تمام هيحصل ايه للسرعه، السرعه هتزيد. الطريقه دي برضه اقصى حاجه ممكن اوصل بها الريتد، يعني بمعنى اصح عندي مثلا الموتور شغال على 220 تمام، ما اقدرش ازود على 220، ممكن ينزل فالسرعه تنزل، لكن ازود على 220 ما ينفعش. جميل. نفس الكلام لو جيت اشوف الكرنت سبيد كاركترستيك كيرف، هلاقي ان عندي جزء اللي هو الجزء المقطوع من محور واي ده بيتغير تمام، لان كل ما ازود الفولت فالجزء المقطوع من محور واي يزيد، فالاوميجا نود هتزيد مع زياده الفولت، اما الجزء ده فهو ثابت ما بيتغيرش تمام. هنا مفيش مقاومة، أنا آسف الحتة دي غلط، مفيش مقاومة هنا، هي ار اي فقط بس تمام. يبقى السلوب بتاعي كونستانت، السلوب بتاعي كونستانت، يبقى أنا كل ما أزود الفولت هيحصل إيه؟ الأوميجا نود هتزيد أهي، الفولت الريتد بتاعي أهو ده ال 220 وليكن، عامل أوميجا نود تمام، والسلوب بالمنظر ده. لما نزلت الفولت عن الريت، ما ينفعش ازود عن الريت زي ما اتفقنا، لو نزلت الفولت عن الريت ده هلاقي الاوميجا نود، طالما علاقه طرديه فهلاقي كل ما الفولت يقل الاوميجا نود تقل اهي، لكن السلوب ثابت فلاقي مجموعه خطوط متوازيه. نفس الكلام نزلت الفولت اكتر فقيمه اوميجا نود اختلفت، لكن الفولت ستيل زي ما هو ثابت، تاسف انا اسف، السلوب زي ما هو ثابت. فلو عندي قيمه اي لود بالمنظر ده فهلاقي شكل الاوميجا بالمنظر ده، بحيث عند اعلى فولت اعلى سرعه، وكل ما الفولت يقل كل ما السرعه تقل، ده اتجاه الفولتج ديكريزز، ما ينفعش ازود عن الريتد، فده اعلى حاجه اقدر اوصل لها اللي هو الريتد فولتج، فممكن انزل فنزل السرعه تمام. بالنسبه للاوبزرفيشن بقى اللي خدناها من التجربه دي، لو هنستفيدها من التجربه ديت، هي ايه؟ اول حاجه الارميتشر فولتج انكريز، كل ما زود الارميتشر فولتج النو لود سبيد بتزيد، والسلوب بيفضل ثابت، السلوب بيفضل ثابت. وعندي كمان الموتور سرعه الموتور تناسب طردي مع الارميتشر فولتج انكريز تمام. مش الكومنتس بتاعت الطريقه ديت، الفولت ما ينفعش يزيد عن الريتد فولتج. ده كان موضوع السبيد كنترول بتاع الدي سي شانت موتور. سلام عليكم.